أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نناقش فيها تقرير لجنة العقوبات الذي تحدث عن أن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إدانة جديدة للميليشيا هذه المرة تأتي من لجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن، حيث اعتبر التقرير الذي عده مجموعة من الخبراء أن الحوثيين تعمدوا إخفاء مقاتلين وعتاد بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ويرى الكثير أن ما تطرق له التقرير الخاص بلجنة العقوبات ليس إلا قطرة في بحر من الانتهاكات التي نفذتها الميليشيا بحق المدنيين، والتي تنوعت أساليبها بين القتل والحصار والاعتقال وقيامها بحبس المعتقلين في مخازن الأسلحة، الأمر الذي نتج عنه مقتل عدد من المعتقلين المدنيين والنشطاء. التقرير وأهميته ومدى شموليته في التعرض لانتهاكات الميليشيا، ذلك ما سنتطرق له في حلقة اليوم من خلال محورين. المحور الأول عن دلالة الإعلان في هذا التوقيت، وهل هي مقدمة لخطوات قادمة يمكن أن تتخذ ضد الميليشيا بعد رفضها التوقيع على مقترح الاتفاق الأممي؟ أما المحور الثاني، هل يعد هذا التقرير مناسبا بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا على الأرض؟ وهل هناك تقصير من الجانب الحكومي فيما يخص التعريف بجرائم الميليشيا؟ قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام، نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. حينما يكون هاجس الانتصار في الحرب بأي وسيلة كانت، فلا عجب من رؤية الميليشيا وهي تستخدم المدنيين دروعا في حرب يقتل فيها البشر قبل أن تهدم فيها الحجر. فبعد اجتياح العاصمة صنعاء والتمدد إلى مناطق أخرى، لم تتوقف الجماعة الانقلابية يوما عن انتهاك القانون الإنساني عبر سلسلة من جرائم الحرب، أبرزها استهداف المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية. ولعل من تلك الانتهاكات تعريض حياة العشرات من المختطفين للقتل المباشر من خلال وضعهم أهدافا للقصف، كان آخرها وضع عدد من الصحفيين والمدنيين في سجون بمحافظة ذمار، تعرضت بعد ذلك لقصف طيران التحالف وعرفت آنذاك بمذبحة هران. خبراء في الأمم المتحدة يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، قالوا إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية. وبحسب التقرير الذي أعد، فإن لجنة العقوبات ستستخدم المعلومات لتقرر ما إذا كان يجب إدراج المزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء لاشتراكهم أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن. وعلى ذات طريق الحرب على الأبرياء، ما تزال الميليشيا تتخذ من المدارس والمرافق الصحية والأحياء الآهلة بالسكان مكاناً لتخزين أسلحتها. تظل حرب الميليشيا إذن في كل حال من الأحوال عدواناً وقتلاً وإزهاقاً لأرواح الأبرياء، ولا يمكن أن تكون عادلة أو أخلاقية بأي حال من الأحوال. إذن من جديد أهلاً بكم إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي ذكرنا في مقدمتها أنها ستناقش تقرير لجنة العقوبات الذي تحدث عن أن الحوثيين يستخدمون المدنيين دروع بشرية، وهذا ما يعتبر أو يؤكد عليه بأنه انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان. عن أهمية هذا التقرير ومدى شموليته أيضا في التعرض لانتهاكات الميليشيا سيكون أيضا محور من محاور هذه الحلقة. وأبدأ النقاش مع المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، بداية لو تحدثنا عن دلالة إعلان هذا التقرير في هذا التوقيت، هل من قراءة معينة لك؟ أعتقد أن دلالة إعلان التقرير في هذا التوقيت تحديدا مرتبط بنتائج مفاوضات الكويت وموقف المنظمة الدولية هنا في الدفع لجماعة صالح والخلفي إما أن يقبلوا بالسلام، أو هناك تحريف لملفات ضمن الملف الحقوقي، وأيضا هناك ملف كسر القوة على الأرض.
سوف يتم تحريكه، وهناك ملفات مختلفة سوف يتم تحريكها. يعني أن للدلالات هي سياسية أكثر من كونها حقوقية. المسألة مرتبطة بكل الحالات على هذه الجماعة أن تلتقط فرصة السلام التي قدمت لها بمباركة المجتمع الدولي وحالة إبناء ل 18 سفينة عالم تمثل ضمن الدول الخمس صاحبة الفيتو في مجلس الأمن الدولي. العالم يسعى لإغلاق هذا الملف وإلى إنقاذ حوالي 25 مليون يمني أصبحوا هؤلاء جميعا تحت رحمة أوضاع إنسانية صعبة وكارثية. فعلى هذه الجماعة إما أن تلتقط هذه المسألة أو أن هنالك يعني إجراءات سوف تتخذ من ضمنها جرائم الحرب، استخدام المدنيين كزروع بشرية، أيضا التطويلة في المسألة، انتهاكات أيضا اعتداء مما يسمى بجرائم الحرب على مستشفيات وعلى مأجور عبادة وعلى أي ما على تصنيفات مسلطة ضمن المجتمع الدولي كجرائم حرب. طيب استاذنك بالبقاء استاذ عبد الهادي، ستبقى معنا في هذه الحلقه لكن اذهب لتواصل مع وزير حقوق الانسان الاستاذ عز الدين الاصبحي. اهلا بك استاذ عز الدين. اهلا مرحبا فيك. مرحبا، مساء الخير. مساء النور استاذ عز الدين. اذا في قراءه للمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي ينظر الى دلاله اصدار هذا التقرير انه ربما يكون له ابعاد سياسيه خاصه بعد تعثر مشاورات الكويت وهو كوسيله للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح، إلى أي حد تتفق معه في هذا الطرح؟ شكرا جزيلا أولا، وتحية للأخ العزيز الصديق عبد الهادي ووجهة نظره بالفعل صحيحة، لكن أيضا دعني أؤكد على حقائق هامة. أن مسألة إدانة الحوثي وميليشيات الحوثي وصالح من قبل المجتمع الدولي تأخر كثيرا أيضا، يعني كل الشواهد الذي يتحدث عنها الآن من مسألة تحويل النشطاء أو تحويل المدنيين إلى دروع بشرية، حصاره للمدن، ارتكابه جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، هي يعني حوادث مشهودة وأيضا معلومات موثقة ذهبت في حينه إلى المحافل الدولية المختلفة، وهي نتاج جهد دؤوب من قبل المؤسسات الرسمية والناشطين والمنظمات غير الحكومية. وكان يفترض بالمجتمع الدولي أن يكون صوته عاليا في المسألة الحقوقية باكرا، لكن نقول أن يأتي أيضا في هذا الوقت أيضا إيجابيا وهاما بغض النظر عن المسار السياسي. يجب أن نؤكد على حقيقة ثابتة أن قضايا الجرائم، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط ولا يمكن أن يفلت مرتكبيها من العقاب. طيب برأيكم أستاذ عز الدين، ما الذي يمنع المجتمع الدولي من أن يكون صوته عاليا في الموضوع الحقوقي والإنساني؟ لأن هناك الكثير ممن يرون أنها ليست إلا ورقة تستخدم للضغط سواء على الحوثيين وجماعة صالح أو على التحالف أيضا ربما في بعض الأحيان. نعم، بسبب المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة وفي مستوى العالم نرى تقاطع كبير لهذه الملفات. هناك تقاطع كثير لملفات سياسية وحقوقية على المستوى الدولي وليس اليمن فقط. وانظر إلى كل القضايا العادلة في العالم أيضا هي قضايا مظلومة في مسألة تبني المحافل الدولية لها وإنصافها، ولكن هذا لا يحبطنا على الإطلاق. نحن نفهم تماما هذه التقاطعات، ولكن أيضا يجب أن نثق أن في الأخير القضايا العادلة يجب أن تنتصر. للأسف الشديد الجرائم الجسيمة التي ارتكبت، لعلكم تذكرون وقناتكم أيضا ركزت عليها، من ملفات تحويل النشطاء والصحفيين إلى دروع بشرية عندما وضعتهم في أماكن تخزين الأسلحة والأماكن الحربية ذمار نموذجا مثلا آنذاك، تحويل المدارس إلى مخازن أسلحة، تخزين الأسلحة في مناطق نهم القريبة من مستشفيات عامة أدت إلى إصابة كثير من المدنيين. كل هذه الأمور يعني كانت موثقة ومعلنة. دعني أذكر بجريمة من جرائم الحرب المفزعة تمت في صعدة في يونيو الماضي، وكنت أنا في مجلس حقوق الإنسان حدثك من جنيف، أننا وضعناها وكانت بالأثناء حول تفجير سجن فيه أكثر من 14 شخصية من أبناء صعدة، وتم إيصال أشلائهم بصناديق إلى أهاليهم، وكانت جريمة بشعة بكل معنى الكلمة، واحتجنا حتى هذه الشهور لتثبيت القضية وإعلاء شأنها في المجتمع الدولي. هذا التقرير الأخير أستاذ عز الدين إلى أي حد ألم بالواقع الإنساني والحقوقي فعلا؟
أعتقد أتوقع أن يكون في سبتمبر أيضا هناك تقرير آخر. بدأت الأمور ببعض التقارير الدولية تؤكد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح. من وجهة نظري كحقوقي وليس كوزير، لازلت أرى بأن كافة التقارير الدولية ليست بالإنصاف الكامل الذي يجب أن تكون عليه. لازلنا في خانة المظلومين الذين لم نجد بالفعل الإنصاف الحقيقي. هذا لا يحبطنا، وهذا لا يدل على عدم جدية طرفنا وطرف منظماتنا ومقاومتنا الوطنية في إيصال الحقيقة بالشكل الجيد والوقت المناسب. ولكن دعني أقول لك بأنك تتحدث مع مجتمع دولي أيضا يتعرض إلى قضيتين، إلى جانبين رئيسيين. الجانب الأول تقاطع المصالح السياسية التي أحيانا تفشل الجانب الحقوقي. الجانب الثاني عملية التضليل الممنهجة التي يتعرض لها المجتمع الدولي والرأي العام الدولي. أيضا هناك نوع من التضليل الممنهج الذي نعذرهم فيه. عندما تذهب إلى المجتمع الدولي تجد أن هناك آلة ضخمة تعمل على تضليل. طيب في نقطة التضليل الذي ربما تقول أنه يمارس على المجتمع الدولي، ما هي مصادر معلومات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عند إصدارها لهذه التقارير؟ لديهم أولا ما يسمى بالمصادر المباشرة التي يفترض أن تكون متواجدة على الأرض، وهي تعد من أهم المصادر الموثوقة. هذه ليست متوفرة في اليمن. لاحظ أن المنظمات الدولية الكبيرة والهامة التي تحدثت عن الانتهاكات لم تتواجد في الوقت المناسب في أماكن النزاعات الهامة. تعز نموذجا سنة وستة أشهر مثلا ولا يتم إيجاد ما يسمى بالمنظمات الدولية التي ترصد الحصار وتعمل على فكه أو على رفع الحقائق المؤلمة التي تتعرض منها. هذه مسألة مؤلمة. المصدر الثاني الذي يضللهم هو بعض الناشطين وبعض المنظمات الوسيطة من المجتمع المحلي التي تقدم معلومات إما تحت ضغط الخوف من الميليشيات لا تقول الحقيقة، أو إنها تتحدث من باب الهوى السياسي. النقطة الثالثة هي وسائل الإعلام. وسائل الإعلام المهمة التي لها حضور دولي خاصة في المحافل الدولية تستسقي مصادرها من مصادر إعلامية وسياسية غالبا غير مهنية وغير محايدة. العيب ليس فينا فقط، نعم هناك قصور كبيرة يجب أن نعترف له، ولكن أيضا هناك عدو لديه مشروع إمكانية يحاربك وعلينا أن نواجهه بجدية. المجتمع الدولي جزء من معلوماته الخاطئة هي من التضليل، لكن جزء آخر هي بسبب التقاطعات السياسية التي دائما ما تنكشف في لحظة من لحظات الصدق. أستأذنك معالي الوزير، سأعود لك لكن أذهب إلى المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي مرة أخرى. أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي، إلى أي مدى هذا التقرير ربما تطرق وشمل حجم الانتهاكات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع باعتقادك؟ أعتقد أن كل التقارير التي صدرت تعاملت بحالة من الانزواج لم تصل في وجهة نظري لا تصل إلى 40% مما هو حادث فعلا بالمناطق اليمنية. هناك جرائم ترتكب على طول ما يسمى في المنطقة تحت سيطرة الحوثيين والمناطق الأخرى التي لا زالت لهم أيدي فيها. ومع الأسف الشديد قلنا بحاجة إلى مظلة حقيقية تجمع كل من وسائل الإعلام والناشطين اليمنيين وجهود الحكومة وجهود أيضا التحالف في إدراج هذه المسائل. يجب أن تكون هناك غرفة عمليات تتلقى بشكل يومي مسألة الانتهاكات وكيفية الترويج لها. يجب أن تتحرك الحكومة سياسيا عبر السفارات. يجب أن تكون هناك نوع من فتح حالة من التعاون مع منظمات عربية وإسلامية ومنظمات دولية. أعرف أن التحرك الذي كان مثلا بمنظمة العفو الدولية تم بواسطة نشطاء نزلوا من صنعهم، نشطاء غير محايدين اصلا من حيث حريه التحرير. طيب استاذ عبد الهادي، استاذنك بالبقاء معنا، اعود ايضا مره اخرى لوزير حقوق الانسان الاستاذ عز الدين الاصبحي. استاذ عز الدين، هناك تزامن ربما بين صدور هذا التقرير وايضا تقرير صدر عن لجنه تحقيق هي تابعه ربما او مشكله من التحالف العربي. برأ التحالف بطبيعه الحال من بعض العمليات التي اودت بحياه المدنيين، ربما اعترفوا بعمليتين من اصل 8 عمليات حدثت. هل تتفق مع أو هناك رؤية للبعض أنها التزامن والترافق غير فيه نوع من اللبس، وأيضا أنه ربما قد يخفف من بعض الضغوط المفروضة على التحالف العربي؟
لجنة التقييم للأعراض والأحداث التي تمت التي أنشأها التحالف العربي هي لجنة تقييم للأضرار، وهي معروفة في الحروب المختلفة. عندما تكون هناك حرب لابد أن تحدث أخطاء وتحدث هناك ما يسمى بالأضرار الجانبية بسبب استخدام الحرب، وبالتالي لابد أن تكون لديك لجنة تقييم قانونية لهذه الأضرار الجانبية. هل الأضرار التي أصابت المدنيين لبعض الأهداف تمت بما يناسب وحجم الهدف العسكري؟ هذا كان سؤال قانوني رد عليه في التقرير، تم الرد عليه. هل هناك بالفعل استهداف مباشر لأهداف مدنية دون عسكرية؟ وبالتالي تصبح هنا خطأ جسيم وجريمة. ولكن عندما يكون هناك أخطاء جانبية في الحرب وهو ما تم الاعتراف به، يتم مسألة التعويض، مسألة القبول بالخطأ، الاعتذار عن الخطأ، وهذه مسألة معروفة. أنا دعني أشيد بالخطوة، مسألة التحالف العربي والتنسيق الرسمي مع الحكومة، مسألة تقييم أي أضرار جانبية للحروب، هي خطوة هامة جدا في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قوانين الحرب. لكن ربما التقرير اللجنة التابعة للتحالف أشار إلى خطأين في عمليتين، لكن تقرير لجنة العقوبات ربما لم يشر أو يقترب من عملية التحالف. ستبقى مسألة عملية التقييم الخاصة بالأضرار للحرب هي أولا مهمة المسؤولية الأساسية للأطراف المعنية، يعني على الدولة، على الحكومة، على الأطراف المشاركة بالتحالف العربي أن تعمل تقييم ومتابعة للحالة وتعمل على مستوى الرصد والتوثيق، وأيضا حتى مسألة معاقبة متسببي الحرب أو متابعتهم، وأيضا مسألة تعويض المدنيين الذين تضرروا من الحرب. هذه مسؤولية معروفة، ودعنا نشيد بهذه الخطوة الإيجابية. الآن مسألة الميليشيات هي التي الكارثة التي ترتكبها، أولا أنها تقتل بشكل منهجي على المدنيين، وللأسف الشديد لم تنل ليس فقط العقوبات الرادعة لوقتها، ولكن حتى مستوى الإدانات لهذه الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات لم ترقى بعد إلى حجم الكارثة التي ترتكبها، وهذه مسألة خطيرة في العملية الدولية القانونية. لكن أما فيما يعمله التحالف أنه ينشئ لجنة للتقييم، هذه خطوة إيجابية. يعني طيب أستاذ عز الدين، أستاذ عز الدين، فيما يخص التقصير من قبل الجانب الحكومي في التعريف بجرائم الميليشيا، كيف يمكن أن تتعاملوا مع هذا التقصير؟ حتى الآن لا، يعني لا نستطيع أن نقول تقصير، نقول أنه تبذل كل الجهود اللازمة، ولكن أيضا هناك تحديات كبيرة. دعني أشير بنقطة هامة في هذا الموضوع. منذ سبتمبر الماضي الجانب الرسمي صدر قرار جمهوري بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي أنجزت تقريرها منذ يومين وثلاث أيام، وستذهب به إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هي لجنة مستقلة من قضاء ومن قانونيين، يعني تابعوا آلاف القضايا المختلفة، الملفات المختلفة، نزلوا بلجان تحقيق ميداني في كل المحافظات أو معظم المحافظات التي تعرضت للأضرار، كانوا حياديين، كانوا منطقيين مهنيين، وهذا شيء جيد. هذا أولا. النقطة الثانية، كل التقارير الخاصة بالأمم المتحدة والرد عليها من الجانب الحكومي تم بنفس المواعيد المتعارف عليها وبأعلى مستوى من المهنية والحيادية الرائعة. بالتالي الجانب الحكومي فيما يخص الإدارة الدولي في غاية الأهمية وناجح، ولكن ربما لا يظهر كثيرا للمواطنين الذين يتابعون ما يسمى بردة الفعل الإعلامية هنا وهناك. طيب أستاذ عز الدين، المتابعة الحقوقية، دعني أكمل بس نقطة للمواطنين. أوكي. فيما يخص المتابعة القانونية لدى الأمم المتحدة وغيره، هي عملية دبلوماسية معقدة، ليست عملية إعلامية يجب أن تظهر في كل لحظة. يعني مثلا الآن تتحضر بتقرير في غاية الأهمية سيظهر في نهاية في سبتمبر القادم في جنيف في مجلس حقوق الإنسان، عمل دؤوب وشاق من لجان فنية وجمع معلومات. المواطن يريد غدا النتيجة، يريد غدا المعلومات، ونحن بحكم العمل السياسي وبحكم العمل البروتوكول القانوني في المحكمة الدولي لا تستطيع أن تعلن عليه الآن. وهذه نحن نعذر الناس، لكن دعني أقول بأنه حتى اللحظة لم يسجل على الحكومة أي تقصير في مسألة إيصال الحقيقة والتقارير في أوقاتها. مسألة أن المجتمع الدولي لم يتفاعل معنا كما يجب، لم ينصفنا، تلك قصة أخرى كما قلنا في بداية الحوار، هي بسبب عدم. طيب لم يعد لدي الكثير من الوقت معالي الوزير، لم يعد لدينا كثير من الوقت. سؤال أخير وأتمنى إجابة في دقيقة، إلى أي حد يمكن الاستفادة من هذا التقرير في الضغط لإيقاف استهداف واستخدام المدنيين في هذه الحرب؟
لا هو تقرير مهم ليس فقط للإيقاف ولكن أيضا لمسألة يجب أن نكون كل من شارك بالجريمة أن يدرك بأنه لن يفلت من العقاب. تقرير في غاية الأهمية سيؤثر على المسار السياسي وعلى الذين ارتكبوا الجرائم أن يدركوا تماما بأنهم سيكونوا ملاحقون. هناك 32 اسم من الأسماء العسكرية والسياسية المحيطين بمحافظة تعز هم الآن لدى لجنة العقوبات الدولية وأسماء معروفة من قادة عسكريين وسياسيين وسيلاحقون. وبالتالي هذا التقرير في غاية الأهمية وسيؤثر على المسار السياسي بشكل كبير وعلى الذين ارتكبوا الجرائم أن يصحوا الآن من غيهم. أشكرك جزيلا معالي الوزير عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان على هذه المشاركة معنا في زوايا الحدث. أعود للأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، هل تتفق مع من يقول أنه ربما هذا التقرير وتوقيت إعلانه الآن قد يكون مقدمة لخطوات قادمة يمكن أن تتخذ ضد الميليشيا؟ أنه حان الوقت الآن لاكتساب جولة من الضغوطات المختلفة، لكن أتفق مع ما طرحه الوزير أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وبالتالي فضحية، وهذا يحتضن من النشطاء ومن المنظمات المحلية ومن ذوي الضحايا ومن الإعلاميين عموما استمرار عملية الضغط على التواصل الدولي. استاذ عبد الهادي صحيح ان استاذ عبد الهادي طيب استاذ عبد الهادي استاذ عبد الهادي ربما الجرائم لا تسقط بالتقادم لكن التسويه السياسيه ربما تمنح حصانات. التسويه لا تمنح حصانات والمساعده المتخذه لا يمكن ذلك لان هذه تسهل حتى وان منحت مؤقتا لكنها لا تسقط الجرائم اطلاقا. هناك ملفات كانت في فترات ماضيه وتحركت، لكن يجب ان تكون هناك اليه محدده للتحرك. التسويه لا تصل الى التنازل عن مواطنين سقطوا ضحايا، هناك حاله مما تسمى بحاله العداله الانتقاليه في حاله الحروب هي من تغطي دائما الاتفاقات السياسيه. طيب هذا التقرير هل يعد تعويض عن فشل مجلس الامن بالخروج باي جديد في الملف اليمني بعد اعتراض والفيتو الروسي؟ هو ليس تعويضا من مجلس الامن لكنه جزء من ادوات هذا المجلس. ما نطالب به الان ان يكون فعليا ان تنتشر المنظمات التابعه لمجلس الامن وان تجتمع لكل الاطراف بدلا من ما كانت هي اداء يد الدوله العميقه. كل مصادر معلوماتها كانت تتم من جماعه الانقلاب العاملين معها منسقين مع هذه الجماعات، اي ان هناك احتكار او طرفا واحد في مصدر المعلومه. هذه الجماعات كانت منظمه بشكل كبير استطاعت ان تهدي الصديق فمثلا فيما يخص خط الطيران والباقي هذه المساله الالكترونيه المضبوطه. هنالك احداثيات وهناك اهداف وهنالك انواع للقذائف ممكن ضبطها وهم يمارسون عمليه تضليل حقيقيه. انا اتذكر انهم اعترضوا على انزال مندوبين من صنعاء الى منطقه المقهى من مكتب الامم المتحده من اجل اجراء تحقيق وهم من اعترضوا واوقف هذا الاجراء، وهذا يدل على انهم هم الطرف الذي كان خلف هذا الاجراء. هذه المسائل لو شكلت فيها لجان تحقيق ممكن تضح كل العمليات بدقه. هناك فرق بين الاصابات في خطوط التماس العسكري وبين الاصابات في العنف. هناك تدميرا حتى لاثار البلد لان اغلب القلاع والمناطق الاثريه كانت مؤثرات. حاله استهداف عامه مارستها عن طريق الاحتناء بالكتلة البشريه، الاحتناء في مناطق مستشفيات ومناطق قدميه من اجل ان لا تصاب هذه العمليات الكبيره من قبل الطيران. على الجميع الان ان يتنقى لهذا الملف بشكل كبير وعن والمواطنين وان تتواجد مراكز رصد وتزويد الحكومه بالمعلومه. هذه مسائل مهمه على الاخوه في المقاومه على الحقوقيين وعلى الجميع ان يكونوا دقيقين جدا في رفع المعلومات وتحديدها ودقتها واماكن الاطلاق والنوع والعدد من اصول بالذات فيما يخص المدنيين والحصار ايضا. أستاذ عبد الهادي أشكرك جزيلا أستاذ عبد الهادي على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث، وأذهب في ختام هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع من جانب حقوقي ربما مع السيد المحامي توفيق الحميدي رئيس
فريق الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات، ينضم إلينا من فيينا في النمسا. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناة بلقيس. أستاذ توفيق، بداية ما تقييمك لما جاء في هذا التقرير؟ في حقيقة الأمر هذا التقرير يأتي في سياق أو يأتي ضمن مهام لجنة العقوبات التي أنشئت بموجب القرار 2216، والتي تهدف إلى رصد كافة يعني أي جهات تعمل على انتهاك حقوق الإنسان العالمي وارتكاب أي أعمال تنتهك أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل عام. وبالتالي هذا التقرير هو سلاح ذو حدين، وإن كان إلى حد الآن لم يعلن عنه كتقرير رسمي، لكن كما جاء في تقرير أو في خبر على موقع رويتر بأن هذا اطلعت على هذا التقرير تحت بند سري جدا، وهو يتألف من 105 ورقة. هذا التقرير في حقيقة الأمر يساوي، يعتبر أيضا أن بموجب هذه المهام يعتبر أن قوات التحالف وميليشيات الحوثي على الأرض كلاهما انتهكت حقوق الإنسان، وبالتالي كلاهما تعتبر من المعرقلين والمهددين للسلم والأمن الدوليين في نفس الوقت. وبالتالي أنا أعتقد أن التقرير من وجهة النظر جاء في هذا التوقيت كأداة من أدوات مجلس الأمن بالضغط على كافة الإطار لإحداث نوع من التوازن، لكن هو في حقيقة الأمر يعطينا رسالة واضحة على أن هنالك انتهاكات مريعة تجري على الأراضي الجمهورية اليمنية، وبالتالي لن يخلو أحد من المسائل القانونية سواء على المستوى القريب أو المستوى البعيد. طيب، هل يفترض أن يصدر هذا التقرير بشكل رسمي ويطلع الناس على ما جاء فيه في 105 ورقة، أم سنكتفي بتسريب رويترز؟ نعم، أعتقد أن هذا التقرير هو ما زال في إطار التسريب، لكن أعتقد أن رويتر كمصدر إخباري هو مصدر معتبر، لكن أنا أقول إذا صدق هذا التقرير في حقيقة الأمر هو يضع الأمر الجميع في على مستوى واحد من مستوى المسؤولية الجنائية الدولية، سواء كانت المقاومة الشعبية أو الجيش الشرعي أو ميليشيات الحوثي أو قوات التحالف، وبالتالي هذا التقرير يفتح المستقبل أمام معركة حقوقية ستطال كافة الأطراف، وهو في حقيقة الأمر دعوة يجب أن تنتبه لها الحكومة اليمنية الشرعية بدرجة أساسية، وأن تتنبه للملف الحقوقي، الملف الحقوقي الذي للأسف الشديد فيه ضعف وضعف شديد، وفيه صدى إعلامي أكثر مما يكون فيه صدى يعني عمل حقوقي مهني، خاصة من قبل قوات التحالف. أنا أعتقد أن كافة الانتهاكات التي تحدث في اليمن، سواء التي تتم بقصف عن طريق الخطأ لقوات التحالف، أو يجب أن ترصد كافة هذه الانتهاكات في القانون الدولي احتياطات للمستقبل، لأن حقوق الإنسان لا تجزى. وبالتالي هذا التقرير خطورة أنه وضع الجميع على ساحة واحدة ولم يخلو أحد من العقاب مستقبلا. طيب أستاذ توفيق، هناك ربما إغفال في هذا التقرير، أو ربما أنه حصر الانتهاكات فقط فيما تم نشره، لكنه مثلا موضوع حصار المدن وأمور أخرى تنتهك ويكون عرضة فيها المدنيين لم يذكرها أو يعني يركز عليها الضوء هذا التقرير، ما رأيك؟ التقرير هو بشكل عام لم ينشر حتى نستطيع أن نقول غفل جانب عن الآخر، لكن بشكل عام أستاذي الكريم هو لدينا إشكالية كبيرة في عمل المنظمات الدولية، سواء العاملة المرتبطة بالأمم المتحدة، سواء العاملة داخل اليمن أو التي تراقب وتصدر تقارير عن بعد، هي تغافلت كثير من الانتهاكات وتعمل للأسف الشديد كثيرا منها بصورة انتقائية، مما جعل الجميع يشكك في مصداقية هذه المنظمات. وأعتقد أن الحادثة الأخيرة التي حدثت في تعز بعد دخول القوات الشرعية والمقاومة الشعبية إلى قرية الصراري في صبر، رأينا وفدا من الأوتشا والأمم المتحدة تتسارع بالدخول إلى مدينة تعز، رغم أنها أوقفت في المعبر الذي يسيطر عليه قوات الحوثي لساعات طويلة، إلا أنها الجميع تفاجأ بمجرد وصولها إلى تعز تسأل عن منطقة الصراري التي أثيرت حولها ضجة إعلامية عن حدوث انتهاكات من قبل المقاومة الشعبية، لكن دون أن تكلف نفسها العناء السؤال
عن الوضع الاقتصادي والحقوقي في تعز. طيب هذا واضح استاذ توفيق. استاذ توفيق في دقيقه لو سمحت بشكل سريع يعني حتى نفهم الموضوع اذا ما كان هذا التقرير له بعد سياسي ام لا، هل هذه اللجنه العقوبات التي مشكله بموجب القرار 2216 كان يفترض ان تصدر في هذا التاريخ تقرير ام انه ربما تم صناعه وانجاز هذا التقرير بشكل مستعجل حتى يكون كاداه ضغط؟ بشكل سريع الاجابه استاذ توفيق. التقرير هو لم يصدر الى حد الان، لم يصدر بصفه رسميه حتى نقول انه صدر، لكن توقيت التسريب له توقيت سياسي هذا لا خلاف عليه، لان هذه اللجنه عليها ان تصدر تقارير كل نصف سنه 6 أشهر لتقييم الوضع الحقوقي ووضع الانتهاكات ووضع اليمن بشكل عام تحت هذا البند. اشكرك جزيلا استاذ توفيق الحميدي، واعذرني على المقاطعه لم يعد لدينا وقت. رئيس فريق الرصد في منظمه سام لحقوق والحرية، كنت معنا من فيينا في النمسا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام والضيوف الكرام، انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في أمان الله.